معركة تيرموبيل. على الأغلب كل من يقرأ هذا على دراية بمعركة تيرموبيل بفضل الفيلم البارز 300 والذي أنتج في عام 2006 أو لأي سبب آخر، بينما المواجهة الحقيقية دمت أكثر بقليل من 300 من الإسبارتيين، فالرقم الذي وصل إلينا يقترب من 2000 من الإسبارتيين والهيروتس وسكان طيبة وثيباي، وهم من حاربوا ضد جيوش الملك الفارسي خشيارشا الأول. لكنها ما زالت مواجهة من جانب واحد أيضا، وعلى الرغم من ذلك تمكن المدافعون من الصمود لمدة 7 أيام، قضوا من بينها يومين كاملين من القتال، وتمكنوا من كسب الوقت الذي سمح في النهاية للقوات اليونانية برد الجيوش الفارسية.